تعالوا نعمل مع بعض طاجن كبده اسكندراني بالمكرونه. طاس على النار شديده الحراره، والكبده موجوده والمكرونه موجوده، مش هياخد مننا وقت، ولكن الاهم من الوقت يا عم الشيف المقادير على الهواء معانا على الشاشه. مقادير بسيطه وسهله ازاي نعمله مع بعض. وانا شغال جنبي الرز بلبن على النار، بواصل التقليب بالشكل ده كده. الله، حلو قوي. طاجن المكرونه بالكبده، المقادير شفناها مع بعض. بحط معلقتين من الزيت، خلي بالك ده مهم جدا. حلو قوي. وعندي الكبده الحلوه دي كده، الله، من غير اي حاجه، مش هحط توابل ولا اي حاجه في الكبده، زي ما هي كده اهو. اهو انا عايز الطعم ده. اهو اهو قطعيها وحطيها اهي زي ما هي كده اهو. ما حطيتش يا شيف اي ولا حاجه هحط. شوفي بقى المدرسه بقى. اهو وده زي ما هو كده سليم برضه. دي مدرسه. حلو. في حاله التحمير بنزل بشويه ثوم واقلب. الله، ريحه الكبده هنا شاممها، مش شامم ريحه مثلا البهارات وايه، بس الكبده. وعلى فكره عايز اقول لك على علامه مميزه، عايز تعرفي الكبده دي حلوه ضاني ولا مش ضاني، مصدرها، اللطافه بتاعتها، تعملي حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ حط الكبده على النار من غير اي توابل، اي حته لحمه عايزه تعرفي مصدرها وتتاكدي منها بتحطيها على النار من غير اي توابل خالص. معانا شويه ميه صغيرين بنحطهم على النار مع شويه زيت صغيرين مع رشه ملح حلوه، واسلق المكرونه البنه ده. هي دي مكرونه بنه اهي، بس لازم طبعا الميه ايه تكون سخنه زي دي كده. بس خلاص، وهحط مع المكرونه دي وقت تتسلق. شفت بقى المدرسه، هو ده الكلام. شويه بصل بجد يا حلو، معايا شويه روزماري مع المكرونه وهي بتتسلق، تديني الطعم بقى اهو. لان الميه اللي انا حطيتها للمكرونه دي هي الميه بتاعت تسويه المكرونه عموما. الله، انا هنا بفك المكرونه دي او بحلها، في الاخر هنكمل سواها مع الكبده بتاعتنا الحلوه دي كده. الله، شفت الحلاوه دي؟ شفت الكبده العصافيري دي؟ اهي ما فيهاش غير تومه، ما فيهاش غير تومه اهي. الله، الملح بتاعنا، الفلفله الحلوه يانا. لا انا حطيته من اي سلاته مع المكرونه عشان لان انا مش عايز احط بصل على الكبده عشان ما تغيرش طعمها. فانا هنا بطعم المكرونه ببصلايه على النار كاني بعملها في بوكيه جرنيه زي الشوربه كده. الله، سؤال وجيه جدا. يعني بدل ما اجيب شوربه فراخ او شوربه لحمه، لان الطواجن دي بتعتمد على نوع الشوربه، فانا هنا بصنع شوربه من الميه بتاعت سلق المكرونه اللي هو الروزماري مع بصلايه حلوه. المكرونه هنا خدت طعم تاني مع معلقه زيت مع رشه ملح. لان الميه دي هي اللي هتسوي المكرونه كلها. شفت الناس الحبايب اللي في الكنترول بيحبوا استفسار؟ شفت المكرونه؟ اهي. الله، الله على الريحه الحلوه دي. نعم، سؤال وجيه برضه، ليه حاطط الفلفل سليم ما قطعتوش؟ دايما الكبده الاسكندراني محصوره ما بين تقطيع فلفل وتوم وكزبره وخل والجو ده، دي واخده سكه تانيه خالص. انا بعمل طاجن المكرونه بالكبده، فالطعم هنا مختلف، فانا حاطط فلفل سليم علشان الاطفال اللي هياكلوا من المكرونه دي حسب الرغبه، فيبقى السبايس هنا معتدل شويه. انا شغال رز بلبن هنا معايا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف اخبار الكبده ايه مع المكرونه. الله، هو ده، شوفين الكبده الحلوه دي. ميه سلق المكرونه هنا مع البصلايه مع التوميه مع معلقتين زيت مع رشه ملح. شوف المدرسه بقى، شوف المدرسه المغازيه بتقول ايه. بص على الحلاوه، يلا بينا
يلا بينا. هو ده مكرونه على النار، كبده اسكندرانه على النار، هننزل بكل ده. الله يا حلاوه. هنا يا شباب يلا بينا يا مسهل. شفتوا كده؟ هو ده كله على النار. كبده، مكرونه، فلفل، توابل، كل الطاجن ده يا عم الشيف هنسيبه ياخد غلوه على النار. بعد الغلوه دي هنحطه في الطاجن الحلو ده كده ونقدمه. ولكن خلونا مع الرز بتاعنا اللي عملناه يتقدم ازاي. في طريقتين لتقديم الرز بلبن، يا اما نقدمه كاسات، وانا مع فكره عمل رز بلبن، بحب السحلب كمان بالقرفه بالشكل ده كده معايا شويه فول سوداني. اللي حابب ممكن تحط انت عين جمل، ممكن تحط فستق بما يزيدك. الف مكانه عشان عايز احط تاجر المكرونه في المقدمه. ايه رايك مخرجنا؟ خلي ده هنا. عينيا يا فندم. اهو تاجر المكرونه اخباره ايه؟ الشيف اشتغل عليه جامد قوي. شفت الحلاوه دي؟ هو ده، دي المكرونه اهي كملت سواها مع الكبده. الطعم جوه التفاصيل دي. طاجن المكرونه بالكبده ناخده زي ما هو كده. يلا بينا. معانا طايم قد ايه يا شباب حبايبي الحلوين؟ حلو. الله اكبر، ايه البركه دي النهارده. انا بحب الخضره جوه الطاجن، ممكن شويه بقدونس حلوين. حلو، ونقلب كده. نعم يا غالي، سؤال وجيه بيقول لي نقدر نعمل الطاجن ده بفراخ او بلحمه؟ ممكن، بس مش هيبقى نفس الطعم. عشان نتكلم يبقى فيه مصداقيه، فكره ان انا اعمل طاجن مكرونه بالكبده الاسكندراني. الكبده يا اخوانا دي كتل دمويه معروفه، وما نعرفش احنا لسه الخبره يعني، بعض الستات والامهات الكبده بتيجي البيت مش عارفاها اذا كانت ضاني ولا كندوز ولا جملي ولا هكذا. فانا انصحك واطلع من هنا برساله، الكبده عايزه تعرفيها حلوه ولا لا من ريحتها. يعني هو شكلها قدامك دم من الاخر، او فيها دهون ولا ما فيهاش دهون. فتتاخد الكبده زي ما هي بالتقطيعه تحطيها على طاسه شديده الحراره، ريحه البخار اللي طالع وريحه الصدمه الناريه هي اللي هتقول لك الكبده دي حلوه ولا مش حلوه، ضاني ولا مش ضاني. طب تعرفها ضاني ازاي؟ من الكندوز ازاي؟ الضاني دايما بتبقى فيه ريحه الزفاره شويه وريحه شاذه شويه، اما الكندوز بتبقى ريحه بريئه، ما بتبقاش ريحه قويه، خلي بالك. ثانيا تعرف الكبده لو ريحتها طبعا مش ريحه مش طبيعيه، هتعرف ان الكبده قديمه او ان هي طبعا مش لطيفه ومش متخزنه كويس. انا حطيتها هنا وسويتها، وبعدين نزلت بالمكرونه بتاعتي بعد ما خدت البصله والتومه وخدت الفلفله الحلوه بالشكل ده كده، والطاجن هنا جاهز زي الفل. في طريقتين، موضه ماشيه دلوقتي نحط كريمه لباني، وموضه تحط جبنه موزاريلا، اختياري يعني. ممكن الطاجن ده ياخد موزاريلا او ياخد كريمه لباني. احنا هنحط شويه ايه؟ موزاريلا جوه الكبده كده. هو ده بدل النشا وبدل الدي، ونقلب كده. الله، هو ده الانسجام بقى. قلب الصغير لا يتحمل يا مصري. يلا بينا يلا بينا. هو ده، الف هنا وشفا. الله، والمكرونه اهم حاجه تستوي مع الكبده. حلوه قوي، تسلم ايدك يا شفنا. السؤال التاني اللي دايما بنتساله شيف مغازي، احنا بنخش المطبخ ما بنلحقش نعمل الاكل اللي انت بتعمله ده في التايم ده، انت بتعمل ايه؟ انا شغال مع حضراتكم ودايما ماشي على مقوله شهيره، على عينك يا تاجر. يعني على عينك يا تاجر؟ يعني الميه تكذب الغطاس. بالمعنى المكرونه عندي سلقتها وانا شغال على النار، على الكبده ما خدت الصدمه الناريه. الرز بلبن بدات بيه الحدوته بتاعتي، حطيته مع الحليب على النار وسبته يحل ويستوي. البتنجان قدام حضراتكم قطعته وحطيت عليه طبعا التتبيله وقليته في الزيت، وعلى ما خد الوش الجميل الحلو الكريسبي ده بقى لطيف وجميل، وقدمه للاولاد. ولكن انت لو بتعملوا السفره دي للامانه هي دي سفرة العدل بتاعها، طبق مكرونه مع الكبده معاها بتنجان مقلي، هنحل بطبق رز بلبن، والف هنا وشفا. التكلفه الماليه هنا ثلاثه تعريفه،
ولما بقول ثلاثة تعريفة المقولة هنا مش إن أنا بستهزي أو إن أنا بقل من الحاجة، بالعكس أنا بقول إن التكلفة قليلة جدا، بس السفرة فيها فن، فيها رؤية، فيها شكل جديد، فيها طعم جديد. دي التفاصيل اللي بقولها، رؤية، فن، إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.